طبعا صديقي العزيز والاخ اللي اتكلم امبارح وكان مستاء جدا ان احنا بنتكلم على بن شرقي ان هو يروح النادي الاهلي. هي دي الدنيا، هي دي الكوره، هي دي الطبيعه. هو مش عاجبه، هو مش مقتنع، هو مش عايز يشوف بن شرقي. جمهور الزمالك بيحبه بس خلاص عقده خلص. لاعب محترف. النهارده كان معايا مكالمه كبيره جدا مع بن شرقي، ولا هقول ولا كلمه، مش وقت. مكالمه كبيره طويله. احنا يعني بن شرقي من الناس المقربين ليا جدا جدا جدا، اتكلم كتير قوي قوي قوي، نتقابل كتير قوي قوي. اطلع بقول وحصل واحد اتنين؟ لا. ليه؟ احتراما لبقائه مع نادي الزمالك في الفتره دي. خلاص مش هتكلم في موضوعه تاني. في مفاوضات؟ اه خلاص، من حقه كمان، خلي بالكم. يعني حد يقول لك ايه بن شرقي يروح الاهلي يحترف بره وعنده عروض الراجل. طب يتكلم دلوقتي؟ اه ما هو في الفتره دي من حقه ان هو يتكلم او يروح اي نادي. هنستقبل تليفوناتكم، هنعرف رايكم في كل التليفونات هي على الشاشه، اتصلوا بينا وهنستقبل كل التليفونات. فالحديث اللي دار بيني وبين بن شرقي مش وقته، لكل حدث حديث، كل وقت وليه كلامه. لكن دلوقتي هو الراجل مكمل عقده، ولازم نحترم جماهير نادي الزمالك، وان ده لعيب في نادي الزمالك. ما تعرفش بكره يحصل فيه ايه. ممكن فيريرا، على فكره فيريرا مقتنع جدا برؤى. هو المديرين الفنيين كده، بتلاقي واحد هيمشي خلاص يجي مدير فني تاني يقعده يبقى اساسي. فيريرا مقتنع جدا برؤى، اشرف رؤى لاعب نادي الزمالك، قال لك اللعيب ده يقعد ازاي؟ اللعيب ده ما كانش بيلعب ازاي؟ فمقتنع. في بعض الناس اللي توسطت لرجوع رمضان صبحي مره اخرى للنادي الاهلي، بالرغم من الاحاديث الكبيره جدا على ان رمضان صبحي يعني ممكن يكون الصفقه مش عايز بقى اقول صفقه القرن بقى، مش عايزين نخش في الكلام الكبير ده بقى. يعني مش عايزين نرجع الشريط بقى لصفقات القرن والكلام ده، ارجوكم خلاص. يعني مفيش الكلام ده، ما عندناش الماتيريال اللعيبه اللي نقول عليه صفقه قرن. يا اما احنا بنهزر، اللي هيتكلم على اي صفقه قرن دلوقتي يبقى راجل بيهزر، لان احنا شايفين كل المستويات. مستويات عندنا في الدوري المصري كلها متقاربه، يا فروقات بسيطه جدا ما بين اللعيب والاخر، عشان نبقى واقعيين. نادي